ربنا لما خلقني وجوه مني حاجة ناقصة، كان بيبعت لك رسالة، كان بيزرع فيا حكمة، والرسالة انك تكمل اللي ناقص عندي عندك. لو وقعت تشيلني رجلك، لو ضعفت تشيلني كلمة. كلمتك ممكن تقرب او تطمن او تشيل او تخلي الدنيا اصعب، حملها على الروح تقيل. اي واحد حب يجرح حد جه زمان عليه، وان دي مش قوة لكن لا ده ضعفه بيداريه. هو حسب انه ناقص قام يطلع نقصه فيه، وانه مش فاهم بجهله انها بتتربي ليه. حاجة ما تقللش مني لو رفيع او تخين، برضو مش هيعلي منك لو تقولي كلام مهين. الهزار مش ضحكة طلعة تجلد اللي مداري عيبه، والجدع مش عيبه ابدا شكله ايه ولا في مين. ربنا من لطفه بيا جابني بس برجل واحدة، كنت بمشي بكرسي دايما يا في ايديا العكازات. كانوا ياما بيمدهولي ياللي عجزة وياللي سندة، انت شكلك ليه يخوف ياللي مش شكل البنات. كنت دايما عندي حالة من التوتر والتعاسة، اني دايما كنت شايف السواد تحت العينين. كل واحد كان يشوفني يبقى بيقولها بغلاسة، اني مش واحد طبيعي واني شكل المدمنين. الباروكة في مرة وقعت غصب عني في ميكروباص، اللي كانوا جنبي مني خافوا مني واخدوا جنبي. كل واحد من اللي شافه نظرته كانت رصاص، ماتوا من الضحك وسابوني بعد كانسر عندي قلب. حط نفسك يوم مكاني وشوف بقى هتحس ايه، لما حد في يوم يهزر على اللي ملكش ذنب فيه. يبقى بيزود همومك، يبقى بيحطم كيانك، واللي بيتخبيه في شكلك هو هيشاور عليه. حد حاسس انه عايش في الوجع، خلي قلبك يبقى طيب وارحمه وخلي الجدع. خلي بالك وتغلط يوم بكلمة وتتسمع، واحمي حزن في قلب واحد كان بإيدك تمنعه، كان بإيدك تمنعه. اختلافنا مش اساسي يبقى عيب قدام عينيك، اختلافنا وضع عادي، البشر مش زي بعض. يعني لما تقول يا سودا تفتكر ههتم بيك، كلنا من نسل واحد، كلنا شايلانا ارض. عندي عاهه في وشي لما انا اتخبطت في لوح ازاز، خدت كام غرزه ولقيتهم علموا فيا لسنين. كانوا كل الناس يقولوا مش هتنفع للجواز، هو اهبل من ياخدها وهي شكل المجرمين. ليه تملي بيجرحوني لما تحته في الكلام، واني لو عايز اعبر عن حاجات بحتاج لوقت. كل منطق كلمه الاقي ضحك هستيري وزحام، واللي فجأة يقول لي يا ابني عيدها تاني لو سمحت. ليه بتدخل تقرا رأيي وانت مش عاجبك كلامي؟ كل واحد حر يكتب اللي شايفه وحس بيه. مستحيل انت بشتمتك تبقى كسبان اهتمامي، والغلط بيعيب في صاحبه وانت تغلط فيا ليه؟ كل واحد فينا عايش ناقصه حاجة من السنين، ربنا وحده اللي شالها وهو عارف ليه وفين. الورود لو لونها واحد يبقى مالهاش أي قيمة، والبشر لو شكل واحد يبقى مين هيحس بيه؟ احنا لو سمعتوا أي كلمة مش تمام، انتوا لازم تلقوا فعلا مننا كل احترام. لو نفكر بس لحظة قبل ما نقول الكلام، والضمير يحكم لساننا ألف حرف نرجعه. والنهاية في كل حالة التنمر قتل حاسم، قتل عمد لكل واحد اتوجع عمره لسيري. واللي بيعيب في رسمه يبقى بيعيب. واحنا فعلا بنقتل بعض، احنا فعلا بنقتل بعض، بنقتل بعض بالتنمر. خلينا نرحب بضيوفنا علي وزلان. ازيك؟ منورنا يا فندم. انت منورنا. استاذه شيماء المغربي منورنا يا فندم. مارينا وهيب منورانا. اسراء احمد منورانا. انت صاحب الفكره استاذ علي، مظبوط؟ بالظبط. والمخرج؟ بالظبط. والمغني؟ بالظبط. ليه عملنا الفكره دي؟ عشان كل حد فينا بيتعرض للتنمر، وانا شخصيا تعرضت للتنمر كتير جدا في حياتي، وبشوف بعيني بنسبه 99.9% من الناس بتعرض للتنمر. فانا من الحالات اللي تعرضت فيها للتنمر مريت بحاله اكتئاب لمده سنه كامله، لدرجه ان انا فعلا كنت بفكر في الانتحار ومحدش عارف معلوم ده. كنت بتعرض للتنمر كتير، مثلا الناس كانت بتقول لي ان انا عندي سواد تحت عيني، بيقول لك انت شبه المدمنين، انت مدمن، مع اني عمري في حياتي ما حطيت سيجاره. كان سناني كانت وحشه جدا، كان الناس بتشبهني بتقول ان شبه دراكولا لما بتضحك ما تضحكش، مع اني اصلا شخص كوميديان وستاند اب كوميدي. فبتلاقيني بطلع على المسرح كده مجرد ان انا اضحك ناس تقول ايه ده، بص ازاي ضحكته عامله ازاي، بص اسنانه عامله ازاي. الناس كانت بتنمر ان عندي كرش، مع ان الشعب المصري كله عنده كرش. فتعرضت لحالات من التنمر كتير، خصوصا مجالي از انفلونسر او از فيديو بلوكر. بنتعرض بنحط في حته ان انت لو عملت فيديو ما عجبش شخص بيدخل يشتمك،
طب انت بتشتمني ليه طيب؟ شفت ان انا كنت مؤدبه ازاي؟ كلنا عملوا عليا هو بدريه تربة حبيبه قلبي فيديو خطير ولا فتحت بوقي ولا اتكلمت. انت دخلت عملت كومنت ضحك خلاص انت متقبله الموضوع. مظبوط. يعني اتكلمنا بحدود الاحترام وحدود الهزار، انما لا الناس بتخش تشتم، ناس بتخش بتشبهك بحاجات وحشه، فانت مش عارف رد فعل الشخص الكلام ده عليك ايه. فانا ما حبيتش ان الكلام بيتكلم على الحاجات دي، فتعبت نفسيا فتره، فقررت ان انا اعمل لازم اعمل حاجه. ولما عرضت الفكره على الناس اصدقائي اكتشفت ان الناس فعلا لا كل لا واحد عنده مشكله طبعاً ما طبعاً، وكل واحد الناس بتتنمر بيه سواء على شكله او اسلوبه او طريقته او صفاته لمجرد كونه مختلف معاك. كنت لسه هقولها، لمجرد كونه مختلف معاك. شيماء صوتك مش طبيعي وانتي وعلي عملتوا حاله مع ابطال الفيديو كليب اللي حي اثر في جمهور كبير جدا. وفي ناس كتير قوي كانت بتقول انه انتي كمان تعرضتي للتنمر، هل دي حقيقه ولا؟ هو عامه مفيش حد ما بيتعرضش للتنمر، لكن انا تعرضت للتنمر الالكتروني اكتر. بنزل مثلا فيديو بغني لاي شخص مثلا شيرين مثلا، الكومنت بقى كلها تبقى سلبيه، لو انت بتغني شيرين، انا مش بقلد شيرين، انا بغني بطريقتي فانتوا تقولوا كده. هو ده هي الحته دي اللي اتحطيت فيها، اللي هو التنمر الالكتروني اللي احنا اتكلمنا عنه برده في الفيديو. انا احنا كلنا متعرض للتنمر الالكتروني، احنا مهريين تنمر الكتروني. ايوه مارينا، انا مش هسالك، انا هسيبك انت حبيبتي تتكلمي. هو طبعا زي ما طلعت في الفيديو كليب الكرسي بتاعي، هي فكره ان احنا دايما بنبص للقاعد على كرسي عجل انه عاجز او انه مش قادر يحقق حاجه، او انه بمعنى ان هو مشلول. انا سمعت الكلمه دي كتير، رغم ان هو بيبقى قادر يحقق اكتر من ناس تاني كتير. هي الفكره ان انت ماشي على رجليك، بس انا بروح نفس الحته اللي انت بتروحها، بس انا ماشي على كرسي عجل، يمكن الكرسي العجل بتاعي كمان بيمشي اسرع منك. فالفكره كلها ان احنا مميزين لاننا مختلفين، لان اختلافنا المفروض يبقى حاجه ايجابيه، مش حاجه تخلينا نقول ايه ده، يعني ده قاعد على كرسي عجل، كرسي عجل ده انا حباه جدا، انا اصلا ما كنتش عارفه ازاي هقعد من غيره الوقت ده من كتر ما انا حباه، انا بحسه عامل زي العرش كده من كتر ما بحبه. فدي الفكره كلها، ان مش من حقنا ابدا ابدا نتنمر على حد لمجرد ان هو مختلف عننا. عايز اقول حاجه كمان، الفيديو كليب علي بالصدفه طلع جاب فكره ان يطلع معايا طفل. انا حبيت الحته دي قوي لان انا بحب الاطفال فعلا، وفعلا المواقف دي بتحصل معايا كتير جدا، فاللي هو يعني ليه ما نتعاملش مع بعض زي ما المفروض نتعامل. عندك كم طاقه ايجابيه يا بنت اللذين، عايزه اقوم ابوسك واحضنك عليها. هنعمل كده اكيد بجد، يعني مش معقول على الطاقه الايجابيه، انت قمر، برافو عليك. ثانك يو اسراء. كلميني عن نفسك يا حبيبتي، يعني كلميني عن فكرة انه لما علي كلمك كان ايه، كنا بفكر في ايه، هعملها مش هعملها، لو عملتها ردود افعال ممكن تبقى ايه، هل فكرتي في ده ولا عملتيها والسلام يا اسراء؟ بصي هو ازاي طبعا عاملة ايه، وكل المشاهدين يا رب يكونوا بخير. منورانا يا روحي. نورك والله. بصي هو الحقيقة ان انا اصلا مشهورة على السوشيال ميديا بقالي فترة. فكرة اصلا ان انا اتشهر على السوشيال ميديا كانت بالنسبة لي اللي هو انا ممكن انزل صورتي على الفيسبوك مثلا والاقي الناس كاتبين فيها ايه ده، لا تخرج قبل ان اقول سبحان الله، او حد يكتب لو شايف حالة احسن من حالك قول الحمد لله. الحاجات دي كانت بتجيب لي رعب، اللي هو انا اصلا بقعد على السوشيال ميديا، بس فكرة ان انا ادخل وسط الناس دي عادي، هنبقى تمام. كان صعب بالنسبه لي، بس يعني لنفسي استني بس استني ما تجيش مني. يعني انت كان عندك حلم ان انت تكوني نجمه في السوشيال ميديا؟ من وانا صغيره، بس الفكره ان هي جت بالصدفه، يعني انا ما نبتلهاش. انا عملت فيديو حكيت فيه للناس انا لما بقابل الناس في الشارع بيعملوا معايا ايه، زي الموقف اللي حصل في الفيديو كليب بالظبط. حقيقي الاطفال لما بتشوفني بتعمل ايه، الولاد البنات، فالموضوع كان بالنسبه لي اول ما علي قال لي قلت له انا معاك وش،
بعتني معاك وش يعني مفيش هزار. هي فرحت ان انا كلمتها ودي حاجه فرحتني جدا. انا لما عملت ستوري بورد كده قلت كل شخص من الاشخاص اللي انا جبتهم دول هحطه في موقف دوره سمت الموقف. لما كلمت مثلا اسراء، يا اسراء انت المشهد بتاعك هيبقى كده، قلت لي انت عارفني منين؟ انا فعلا بيحصل لي ده. مارينا نفس الموضوع، لا انا كنت مصدوم من ردود الفعل، انت هيحصل معاك ده؟ انا فعلا موقف ده لسه حاصل معايا من يومين. فكانت الرياكشنات كلها بالظبط، يعني اللي مصور عمر زكي، عمر زكي ما خدش وقت خالص في التصوير، احنا يلا ناخد الشوت ناخد الشوت، الرياكشنات كانت حقيقيه فعلا. كلمني عن الممثلين اللي شاركوا في نهايه الفيديو ده. انا عايز اقول اسره ومنى زكي واسر ياسين وطارق عماد، دي كانت حاجه حلوه جدا يعني فاهم. كلمني ناس، انا محتاج، انا ما تواصلتش معاهم دايركت يعني، انا كلمت ناس قلت لهم انا محتاج فيديوهات من ممثلين تعرضوا للتنمر فعلا، فبعتوا لي الفيديوهات دي. ما كنتش متخيل خالص ان فيديوهات زي دي ممكن تتبعت لي اصلا خالص. انا عايز اقول لك بصراحه يعني انا عانيت عشان الاقي حد ينتج لي الكليب ده. انت قعدت 3 شهور. انا 3 شهور شغال فيه يعني، عايز اقول لك الناس اللي شغالين ورا الكاميرا اكتر من الناس اللي شغالين جوه الكاميرا. يعني اللي كاتب تامر راغب انا مرمطته بصراحه، يعني من الناس اللي رفع لها قبعه، كان بيبعت لي كلام اقول لا مش عايز ده، تعال نعدل لحد ما وصلنا للصوره اللي انت شفتيها دي. الالحان احمد راجح تعب معانا، التسجيل كم قصه في واحنا دلوقتي بنتكلم هنشوف الممثلين او النجوم اللي شاركت في هذا الفيديو. كم حاضر استنى بس كم قصه في 11 قصه ب 11 بطل وانتوا الاثنين احنا مجرد راويين للقصص. التعبير الكلام بالظبط. كلمني عن ال 11 قصه مارينا اسراء. مارينا هي اكتر حاله انا كنت اصلا من البدايه عايز اعمل فكره عشانها. انا مارينا صدفه واحده صاحبتي اسمها رغد كلمتني قالت لي انا ليا واحد صاحبتي نفسها تشوفك اسمها مارينا. رحت قابلت مارينا، انبسطت ان هي بتحبني جدا، ولما قعدت اتكلم معاها حكيت لي قصص كتير حصلت لها في حياتها. فقلت انا عايز اعمل حاجه لمارينا. من هنا بدا بقى الموضوع يتشعب بقى لكل الناس دي، الناس اللي بتتنمر على الطويل والقصير، الناس اللي بتتنمر على ان بتكتب بوست على فيسبوك مختلف معاك في الراي، الناس اللي بتتنمر على كونك تحت عينك اسود، الناس اللي بتتنمر على انك تخين رفيع، اللي واخد بشله في وشها، يعني حاجه مش طبيعيه. انا ربنا حاجه غير طبيعيه حصلت لي. انتوا شايفين ان احنا ما بقيناش عارفين نرحم بعض فعلا؟ ما الموضوع مش كده، انا شايفه ان الموضوع محتاج وعي اكتر. يعني احنا مثلا لو حطينا ماده دراسيه في وسط المواد بتحكي ازاي تتعامل مع اخوك، ازاي في اطفال من الذوي الاحتياجات الخاصه، نعرف الاطفال ان الطفل اللي زيك عنده قدرات خاصه او هو من متحدد الاعاقه ده ممكن يبقى حاجه اكبر منك، انت ما تعملوش ان هو اقل منك. فالموضوع انا شايفه ان هو محتاج وعي. احنا عملنا الفيديو ده عشان نوعي، احنا طالعين الحلقه دي علشان نوعي. وعايزه اقول لك على حاجه، الفيديو ده خلى ناس كتير قوي، انا هقول لكم انا عرفتكم منين او اتفرجت على الفيديو ده ازاي. عندي عدد من الاصدقاء على الفيسبوك كلهم عاملين شير للفيديو وكاتبين عليه العنوان حاجه واحده بس، انا اسف بكلم. والله العظيم عدد كبير من اصدقائي اللي موجودين على الفيسبوك الصفحه عندي عاملين شير للفيديو، والراجل كاتب انا اسف، الست كاتبه انا اسفه، الست كاتبه انا بعتذر، انا كنت بعمل كده وهبطل حالا. تعرف ان انا بعمل فيديوهات من 2011، عمري ما اعتبرت نفسي نجحت غير دلوقتي. اقول لك ليه؟ عشان انا عامل الاغنيه دي ليها رساله وليها هدف، وعاملها مش تتسمع في العربيات، عاملها وعايز اوصل رساله واعمل. انما اغنيه تنزل في اقل من شهر تجيب 13 مليون على الفيسبوك، الله اكبر اللهم بارك، تبقى ترندنج على اليوتيوب وتتسمع في العربيات وتتعمل لي ستوريز كده وتتبعت وتتصور بره مصر وتتبعت بره مصر وناس تكلمني وتتزع في المدارس. بس انا مش عايز حاجه من الدنيا خلاص. شكرا صح حصل. انا عايز اقول لكم انه اول لما انا اتفرجت على الفيديو ده اول حاجه عملتها رحت عامله فورورد، رحت موديه الفيديو لسلمى قلت لها لو سمحتي
انا هتشرف الناس دي تكون موجوده معانا في البرنامج. شرف لينا والله يعني. ربنا يخليك. حقيقي انا اتشرفت انه هيكون معانا ناس عندها رساله، عندها طاقه ايجابيه عظيمه، عندها وعي مختلف، عندها صوت معبر، عندها فكر جديد، فكر بيقول انه لا للتنمر وكل واحد يرحم التاني بشكل محترم، بشكل مؤدب، بشكل فني. صح. السؤال الـ الـ الاخير كل واحد هيرد عليه. اتفضلي. سنجل. سنجل. ماشي ماشي يا علي ماشي. شايفين انه هنعرف بالفيديو ده وممكن ناس تانية تعمل اعمال اخرى نوقف التنمر؟ صح. هنعرف جدا. انا شايفه انه بما انك قلتي ان عدد من الاصدقاء عندك كاتبين انا اسف انا اسفه انا مش هعمل كده تاني، فهو دوت احنا كده قدرنا نوصل حتى لو لفئه صغيره جدا. مارينا. انا لو قال هيبقى كويس جدا بالنسبه لي. انا عاوز اقول حاجه صغيره. انا من الناس اللي كانت بتحلم تدخل صيدله، اترفضت في صيدله بسبب الكرسي بتاعي. ففكره ان احنا نعمل فيديو ممكن يغير في فكره انك تغير في مستقبل حد بالسلب، فدي حاجه اكيد نحاول نعملها، حتى لو احتمال انها توصل لنص الناس ده يستاهل ان احنا نعملها. سوسو. بصي بقى يا قلبي، انا شايفه انه مش بس بان احنا نعمل فيديوهات ونطلع على التلفزيون، بس احنا فعلا محتاجين نروح كل مكان نتكلم مع كل الناس ونعمل زي ما قلت لك ماده دراسيه. انا عملت كتاب بتكلم فيه عن التنمر جايبهولي عشان اهديهولي. انتي قمر طبعا. انا اعرف اسمه ايه؟ اسمه روح حلوه. بيتكلم عن التنمر بس بشكل، انا دايما ما بتكلمش ان الموضوع وجعني واذاني على قد ما بتكلم ان الموضوع انا اللي مش فاكره اللي بيعمل ده. فهو ده اللي موجود في الكلام وهو ده اللي احنا بنعمله في الاغنيه. احنا جايبين المشاهد بشكل ان احنا مش ناس موجوعه وان احنا مش ناس منكسره، احنا ناس اقوياء، ناس بندي رساله، مش لازم نصعب على اللي حوالينا. بالعكس انا بشفق على ناس كتير قوي بتتريق على اللي حواليها. انت ما عندكش وعي، انت مش فاهم، انت مش فاهم ان انت اللي بتحط نفسك في حته اقل من اللي قدامك. وهي دي الرساله اللي بقولها لاي حد بيسمع حد بيتريق عليه. انت اللي بتحدد الموضوع هيضايقك ولا لا، انت اللي بتسمع الموضوع. فبجد الكلام انا بهديهولي والكلام كلنا بنهديه لمصر كلها وكل الناس اللي شاركت في الكلام في تمثيله. احنا مش بس اللي ابطاله، كلنا ابطال. حتى اللي سمعوا الكلام وشافوه ابطال ليه؟ وكل حد شير الفيديو هو برضه بطل فيه، صح ولا لا يعني؟ طبعا انا شيرته كتير. انت بطلة موجودة فيه. انا كده دخلت التاني. انت كده بطلة معايا. نورتوني. اشكركم على وجودكم معايا، اشكركم على هذا العمل الفني المحترم، اشكركم انه انتوا قدرتوا بفيديو مدته اربع دقايق وشويه ان انتوا غيرتوا وجهات نظر كتير على جميع الاعمار، جميع الفئات، مختلف الحالات الاجتماعيه. احنا عندنا مشكله احنا على السوشيال ميديا، لو عندنا وقت لسه نتكلم عنها بالظبط في اقل من 30 ثانية. محدش بينتج الكلام ده على السوشيال ميديا، كله بيركز في التلفزيون. يعني انا دفعت مبلغ اكتر من 40,000 جنيه عشان اطلع كليب ونجحت. تخيلي مبسوط ومش عارف فلوس. عارف عارف يا علي، عارف يا علي نجحت ليه؟ عشان شفت الاثر دلوقتي، عشان معاكي دلوقتي، عشان لوكي الواحد. الحمد لله. تحية. ربنا يخليك. مبروك على النجاح. الله يبارك فيك. نرحم بعض ونحس ببعض ونطبطب على بعض. كل واحد فينا عنده ديفو، كل واحد فينا عنده عيب، وكل واحد فينا عنده مشكلة. مش الحل ان احنا نشاور على مشاكل بعض، مش الحل ان احنا نشاور على عيوب بعض، مش الحل ان احنا نحد في بعض وتطوب. الرحمة فوق العدل. مشاهداتي عزيزاتي، للأسف الشديد خلصت حلقتنا. إن شاء الله أشوفكم بكرة الساعة 6، حلقة جديدة مليانة أمل. في النهاية وبس.
ربنا لما خلقني وجوه مني حاجه ناقصه، كان بيبعت لك رساله، كان بيزرع فيا حكمه، والرساله انك تكمل اللي ناقص عندي عنك. لو وقعت تشيلني رجلك، لو ضعفت تشيلني كلمه، كلمتك ممكن تقرب او تطمن او تشيل او تخلي الدنيا اصعب حملها على الروح تقيل. اي واحد حب يجرح حد جه زمان عليه، وان دي مش قوه لكن لا ده ضعف وبيدريه. هو حسب انه ناقص قام يطلع نقصه فيه، وانه مش فاهم بجهله انها بتترد ليه. حاجه ما تقللش مني لو رفيع او تخين، برضه مش هيعلي منك لو تقولي كلام مهين. الهزار مش ضحكه طالعه تجلد اللي مداري عيبه، والجدع مش عيبه ابدا شكله ايه ولا ابن مين. ربنا من لطفه بيا جابني بس برجل واحده، كنت بمشي بكرسي دايما يا في ايديا العكازات. كانوا ياما بيمدهولي ياللي عاجزه وياللي سانده، انت شكلك ليه يخوف ياللي مش شكل البنات. كنت دايما عندي حاله من التوتر والتعاسه، اني دايما كنت شايف السواد تحت العينين. كل واحد كان يشوفني يبقى بيقولها بغلاسه، اني مش واحد طبيعي واني شكل المدمنين. الباروكه في مره وقعت غصب عني في ميكروباص، اللي كانوا جنبي مني خافوا مني واخدوا جنبي. كل واحد من اللي شافه نظرته كانت رصاص، ماتوا من الضحك وسابوني بعد كانسر عندي قلب. حط نفسك يوم مكاني وشوف بقى هتحس ايه لما حد في يوم يهزر على اللي مالكش ذنب فيه. يبقى بيزود همومك، يبقى بيحطم كيانك، واللي بيتخبيه في شكلك هو هيشاور عليه. We'll be right back.